دفع معناته في أشياء كثيرة جدا كانت محيقة، لكن بدفعه قد تجاوزناها إلى أن أصبحنا في هذا المقام الذي تساوينا فيه مع الخرطوم تكنولوجيا الحمد لله سبحانه وتعالى. اليوم نقول والله لا فرق بيننا وبين الخرطوم، الخرطوم عندها 100 ونحن عندنا 100، والنازل كان باتوا معانا ليلة تانية يمكن يكون عندنا أكثر من الخرطوم. الله أكبر الله أكبر. ونحن حقيقة من هنا لابد أن نرفع راية التحدي صراحة، بعد أن امتلكنا القوة البشرية العالمة والمدركة والتي أحسب أنها تستطيع أن تنتشر في محليات ولاية الجزيرة المختلفة فتوسع دائرة هذه المعرفة فتنقلها إلى إنسان هذه الجزيرة الذي ظل دائما في شوق إلى مزيد من العلم والتعلم. أخصب لما نقول مش نقول التربات، أخصب تربة لنشر العلم والمعرفة نقولها ورأسنا مرفوع هي ولاية الجزيرة صراحة. سعداء جدا حقيقة بهذا التعاون الكبير الذي شهدناه خلال هذه الدورة. لا فرق بين مدير المرحلة الثانوية وأمين عام اتحاد المعلمين ومدير التدريب ونائبه وغيره، كل هؤلاء عملوا في وحدة وانسجام كبير جدا. فالذي يزور المركز حقيقة لا يفرق من هو الأمين العام لاتحاد المعلمين ومن هو المساعد الإداري ومن هو مدير المرحلة. والآن توج هذا العمل الجميل بهذه الجلسة التي جمعت أهل المشروع وجمعت سوداني الإقليم الجزيرة وجمعت الخبراء وجمعت الاتحاد ودار التربية والتعليم وكلنا حضور في هذا الجانب. حقيقة في بعض النجاح يخوف الزول، يعني لأنه بيلقي عليك مسؤولية كبيرة. أنا النازل بتكلم محمد السير وأخونا عبد الباقي لك التحية دوما والتقدير والتجلة، فأنت من ساهمت كثيرا في أن نصل بعض وتصل كل أسرنا عبر النت وعبر السودان. لما الناس يتكلموا عن تغنية وعندها مطلوباتها واللي مفروض تنفذ، حقيقة الواحد بيشيبه شيء من الخوف. هل نستطيع حقيقة أن نستفيد من 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 هذا من هذه المعرفة؟ وهل هذه الخطوة نحن الآن نستطيع أن ندفع بها إلى الأمام، أم ستحول بيننا وبين النجاح عقبات كثيرة؟ وحقيقة يعني أنا أرى هناك الكثير جدا من العقبات، لكنها لن تحول بيننا وبين بلوغ المقاصد وبين الوصول إلى الغايات المطلوبة مهما كانت يعني كمعينات وغيرها. لكن الإنسان عشان ينجح لا بد أن يخاف. أصل الزول الداري يمشي لقدام كم مخايف ما بيصل، لأن الزول المخايف ده يا ما indifferent، زول ما مبالي، واللي ما مبالي ده ما بيهمه يصل ولا ما يصل. لكن الزول اللي بيكون يعني نقول عليه شنو يعني حذر، هو اللي يتحسب إلى المستقبل ويعمل على تجاوز عقبات المستقبل. وإن شاء الله ده حيكون يعني ديدلنا والعمل اللي نقدر نعالج به مشاكلنا. حقيقة هذا العمل ليس المقصود فيه الإخوة الدارسين في حد ذاتهم، وإنما مقصود معرفة تنقل عبرهم إلى بقية الزملاء ومن ثم إلى الطلبة، ومن ثم تصبح هذه المسألة وسيلة إلى معرفة. أن أصلاً الآن نحن ما اشتغلنا الشغل ده يا ما عشان يبقى دي علم نحن دارينه، لكنها هي دارينها وسيلة إلى معرفة. نحن معلمون نحتاج إلى أن نطور وسائلنا، نحتاج أن نجدد فيها، فلذلك لابد أن نستغل كل معينات العصر والتكنولوجيا حتى نستطيع أن نوصل رسالتنا بالشكل الطيب
والشكل الذي يتماشى مع الحداثة والتطور والتقنيات المطلوبة. فده أول حاجة الناس اللي درسوا ديل يفترض إنهم ما يركنوا إلى إنك أنت أخذت شهادة يعني أنيقة وشهادة جميلة وفيها توقيع أربعة من الخبراء نقول الدوليين على هذه الشهادة وتبقى، لكن بتحتاج إلى ممارسة، نحتاج إلى أن نفعل هذه المعرفة وأن نفعل أنفسنا ونسعى أيضا لأن نوفر هذه الإمكانات. يعني أنا ما أنتظر أقول والله ده ما أنا ما جابوا لي، أنت لو ما جابوا لك وقفت عند هذه المعرفة سوف تتبخر بين يديك، وبعد شوية تصبح أنت أمي تغنيا بعد ما كنت أنت منطبق أن تعلم الناس. فلا بد أن يعني نكسر حاجز الخوف ويكون فينا شيء من التحدي الكبير جدا في أن نقدم ذلك. هنا عبد الباقي في سوداني، نحن والله سوداني بتقدم لولاية الجزيرة وبتقدم لوزارة التربية والتعليم، تقدم للسودان كله، ويمكن آخر شيء قدمته لنا 1000 وحدة إجلاس في مرحلة الأساس، ودي بالتأكيد قروش يعني الله أكبر. لكن نحن دايرين بعد ده يا أخونا عبد الباقي ما تقدموا لنا سوداني ما دايرين إنه كنب ولا دايرين إنه كراسة، دايرين إنه في مجالكم أنتم اللي فعلا خلوا الكنب والبتاع ده اللي يشتغلوا ناس ثانيين. إن شاء الله تبقى تبرعات لنت يوصل لشبكة تعمل لربط مكاتب الإشراف المحليات المختلفة لربط مدارس، ونتخلي لكم سوق. يعني أنتم كل ما دخلت ثقافة التعامل مع الإنترنت ووصلت الخدمات كل ما وسعت سوقكم، لكن لما تجيبوا لنا كلام ما بتوسع سوقكم وإنما بتصرفوا من جيبكم. فأنا دائما سهران يعني تمشي بهذا الفارق. وأخونا جولة بخدمات المتفاني جدا والمخرج دور ورقة، فكل الناس يعني إن شاء الله يتم شكرهم بهذا. لكن دائما نقول يا جماعة هذه شهادة ناقصة. المعتصم عبد الرحيم وكيل وزير الأكاديمية بتاع سودتيل وأيضا من مدير لهذا المشروع، ناقصة التوقيع بتاع الدكتور المعتصم لأنه هذا بيدور عليه كمان يعني يتقدم بهذه الفخامة وهذه العلاقة إن شاء الله. لن أقيم شكري لكم جميعا أخي سعادة البروفيسور محمد عمر، نكون شاكرين أن تخاطب هذا الدرس في كلمات شكرا.